بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن وصولنا في هذا اليوم الموافق 26 شهر الله المحرم عام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نلتقي بمعالي الشيخ الدكتور صالح عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فحيا الله بين إخوانه وأبنائه وعلمه في هذه البلدة الطيبة بإذن الله. ونحن والله سعداء بلقائنا بعلمائنا أكثرهم من علمائنا ومن العربيين، وله حق علينا في المعاهد العلمية الخاصة، لأنه كان من طلابها صغيرا فضرها كبيرا، حيث درس معه كتاب التوحيد الشيخ صالح حفظه الله للمرحلة المتوسطة، يدرس شرحه بكتاب ذات المستقبل لجميع المراحل، المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانية، ويدرس شرحه للواسطية للمرحلة الثانية الثانوية. فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير جزاء. أيها الأخوة والأحبوب، كنا أمة واحدة ولا نزال في شرف، ولكننا كنا أمة واحدة على وفق قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعلى وفق قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى من ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فقال: لا تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال 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 وكذا وسوى. ولكن دخلت علينا حاولت أن تقض هذا الدين العظيم الشامخ السائر على مدى السلام الصالح، فحاول في ابتداء الدعوة، ولكن الله عز وجل زادها عزة وفتحة، ثم توالت الأفكار، توالت الملاهي، سواء كانت شرقية أو غربية، سواء كانت ليبرالية أو حزبية متشددة، ولكن الله عز وجل حفظنا بمنه وكرمه، ثم بعلمائنا وولاة أمرنا الذين هيأهم الله عز وجل لحفظ هذا الدين، ومنهم على الشيخ وفقه الله. لذا نطلب من سماحته توجيه كلمة توضيحية وتوجيهية وتهذيبية لأبنائه الطلاب الذين هم في مقتبل العمر وفي مبتدأ التلقي، وفقه الله وسدده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد، فإنها فرصة طيبة، هذا اللقاء المبارك بإخواني المدرسين بهذا المعهد وبأبنائي الطلاب في هذا الوقت المناسب في أول النهار. الحمد لله، حينما ننظر إلى أبنائنا في هذه المعاهد التي منها المعهد المبارك وهم يتلقون العلم من المشايخ ليقوموا بإذن الله بتحمل المسؤولية نحو مجتمعهم مسلحين بالعلم النافع، فهذه المعاهد نعمة من الله عز وجل وفق الله لها الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ملك هذه البلاد، فأمر بفتحها وولى قيادتها لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فتم ولله الحمد إعدادها بمناهجها وما تتطلبه على خير وجه، واستمر عطاؤها وخريجوها يمدون أمتهم بالأكفى من العلماء، وهذا فضل من الله، اتصال للعلم الذي كان في الأول يتلقى في المساجد وعلى أيدي العلماء، ثم جعل الله هذه المعاهد وهذه الكليات اتصالاً للعهد السابق ووراثة لما سبق من انتشار هذا العلم في هذه البلاد، ولله الحمد. أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر من أتاح لي اللقاء في هذا المعهد بإخواني وأبنائي، وعلى رأسهم فضيلة مدير المعهد سعيد بن هليل، وكذلك أسرة الإدارة وأسرة التعليم في هذا المعهد. أيها الإخوة، سمعتم هذه الآيات العظيمة التي كأننا لم نسمعها من قبل، وهكذا القرآن الكريم فإنه يتجدد كلما سمعته ولا تمله أبدا، لأنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إن سبب نزول هذه الآيات كما ذكر المفسرون أنه كانت بين الأوس والخزرج في الجاهلية في المدينة التي كانت تسمى يثرب، كان يحكمها الأوس والخزرج وبجانبهم اليهود، كانت بينهم حروب وهم إخوة بنو أب واحد الأوس والخزرج كلهم من العرب القحطانية، ولكن كانت بينهم حروب وثارات
تزيد على 100 سنة، يوم بعاث. وما أدراك ما بعاث؟ يوم طويل في الحروب بين هذين القبيلين الأخوين الأوس والخزرج. فلما هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف الله بين قلوبهم، والتفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وآووا ونصروا، والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، ونزل بهذا الاسم القرآن الكريم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ألف الله بين قلوبهم بعد الغارات والثارات والحروب والإحن والشحناء، لا لشيء إلا لتدخل الأعداء بينهم واندساس اليهود بينهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم التفوا حوله ونسوا ما بينهم من الثارات والحروب، وصاروا إخوانا، وصاروا يتجالسون ويتحادثون فيما بينهم. وبينما هم كذلك مر بهم يهودي وهم تحادثون في مجلسهم، فغاضه تجمعهم، فجاء إليهم وجلس معهم الخبيث، وجعل يذكرهم بالحروب التي بينهم، وينشدهم الأسعار التي كان يقولها بعضهم في بعض من الهجرة، ويذكرهم بالعداوات التي كانت بينهم ليثير بينهم الفتنة. فأثر فيهم وتذكروا تلك الأيام الغابرة، وتواعدوا القتال، تواعدوا القتال من الغد. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليهم وذكرهم ووعظهم، ذكرهم بنعمة الله عليهم، وأنزل الله هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تنصرفوا عن إسلامكم وتموتوا على الكفر بعد إذ هداكم الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فعند ذلك قام بعضهم إلى بعض يتعانقون ويبكون وندموا على ما حصل منهم وفشلت
خطة الخبيث اليهودي، ودهره الله عز وجل وعاد الصفاء لما سمعوا هذه الآيات من رب العالمين. وهكذا يجب على المسلمين اليوم، إنهم مسلمون إخوة، فيجب عليهم أن يتآلفوا ويتعارفوا ويتناصروا بالحق ويكونوا جماعة واحدة، ويحذروا من الدسائس التي تفرق بينهم بالحزبيات والجماعات. نحن جماعة واحدة، حزب واحد، حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالآيات وإن كانت نازلة في إخواننا الذين سبقونا بالإيمان فهي تتجدد معنا وإلى ما بعدنا وإلى أن تقوم الساعة، تحث المسلمين على الاجتماع وتحذرهم من الافتراق وتحذرهم من المندسين بينهم من دعاة الضلال الذين يفرقون بينهم باسم الدين وباسم وباسم. إنها والله عبرة يا إخوان، كأن هذه الآيات نزلت هذه الساعة. وهكذا القرآن العظيم معجز، هذا من معجزات القرآن أنه يتجدد، كلما سمعته كأنك لم تسمعه من قبل. يحل مشاكل المسلمين ويذكرهم بالله ويجمع القلوب ويؤلف بين الإخوة. فعلينا أن نعتصم بهذا القرآن، اعتصموا بحبل الله، حبل الله هو القرآن، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالقرآن يبقى مع المسلمين من حين نزل إلى أن يرفعه الله في آخر الزمان قرب قيام الساعة، وهو حبل الله المتين. من تمسك به نجا، ومن أفلتت يده منه هلك. فعلينا أن نعتصم بحبل الله، علينا أن نجتمع على طاعة الله، على طاعة ولاة أمورنا، طاعة الله ورسوله، ثم طاعة ولاة أمورنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تردوا نزاعكم إلى الأمم المتحدة وإلى القوانين الكفرية وإلى وإلى، ردوا نزاعكم إلى القرآن، إن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. عندنا نظامنا، شريعتنا، وهي شاملة للبشرية كلها، تصلح البشرية كلها، صالحة كل زمان ومكان وكل مجتمع. فلماذا نبعد عن ما من الله به علينا ونذهب نلتمس الحلول من هنا وهناك؟ يا سبحان الله، وردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى كتاب الله، الرد إلى الرسول في حياته، إليه نفسه في نفسه عليه الصلاة والسلام، وبعد موته الرد إلى سنته. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنته، لن تضلوا بعدي. إذا تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله فلن نضل أبدا. أنتم أيها
الأبناء الطلاب، هيأتم أنفسكم لتحمل هذا الأمر، لتقوموا لتتعلموا أولاً وتتأهلوا بالعلم الشرعي، ثم تقوموا بحل مشاكل الأمة قضاةً ومفتين ودعاةً وخطبة وأئمة مساجد. فهذه المهام العظيمة لا بد من التهيئ لها والتأهل لها، والحمد لله هذه المعاهد بما فيها من المقررات ومن يدرس فيها من خيرة العلماء إنها تهيئة لتحمل هذه المسؤوليات العظيمة. فعليكم بالحزم والعزم وحفظ الوقت ومذاكرة الدروس وسؤال المدرسين عما أشكل. عليكم بإتقان المقررات بحيث لا يبقى منها شيء لا تفهمونه أو تتجاوزونه أو تطلبون التخفيف أو تطلبون، لا تتركوا منها شيئا، لأنها هي سلاحكم، هي سلاحكم. أنتم ستواجهون مشاكل في المستقبل، ستتولون مسؤوليات، ولا بد أن تتأهلوا لذلك، وأنتم الآن في دور التأهيل، والفرصة سامحة لكم، والحمد لله هذه المعاهد مفتوحة لكم على أبوابها، الكتب مجلوبة لكم، المدرسون مجلوبون لكم، إلى أنكم تعطون مكافآت تساعدكم، لم يبقى لكم عذر. والله فرصة ونعمة عظيمة، لم يبقى لكم فرصة ولم يبقى لكم عذر بعد هذا. ومن يتولى شؤون المسلمين غيركم؟ من يتولاها إلا أنتم؟ هي تنتظركم، فتأهلوا لذلك. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارفع لنفسك أن ترعى مع الهم، تهيئوا لذلك. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل، ولا أحب أن أطيل عليكم، فأنتم على موعد مع الدروس ولكنها مشاركة يسيرة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله عليكم هذه التحيات، ونرجع ونعود الأسئلة. هذا السائل يقول: نأمل من سماحتكم حث المشايخ بمنطقتي على تكليف دروس التفسير. نعم، المشايخ يعلمون مهمتهم وفقهم الله، فهم مسؤولون عن أبناء المسلمين وعن المسلمين عموما بما حملهم الله من العلم، أن يكونوا معلمين، أن يكونوا موجهين، أن يكونوا مصلحين للمجتمع. فعليهم حمل ثقيل، ولكن مع الاستعانة بالله عز وجل يسهل هذا الحمل، ولهم أجر عظيم إذا قاموا بما أوجب الله عليهم، لهم أجر عظيم. فنوصيهم وأنفسنا بالاهتمام بهذا الأمر، توجيه الشباب، توجيه عوام المسلمين، الإصلاح بين الناس، تحذير من الانقسامات، تحذير من دعاة الضلال، التحذير من متابعة هذه القنوات الهابطة التي تحمل الشرور والسموم. أنتم أيها الطلاب في شغل شاغل مع دروسكم،
لم يبق عندكم وقت لغيرها، فحافظوا على وقتكم وعلى دروسكم، وفق الله الجميع. نعم. هذا السائل تأثر بهذه الآيات وبهذه الموعظة وحصل بيني وبين عزيز من أصدقائي هجرة بسبب أنه سمع عن شخص آخر كلام أبي ليس بصحيح. فما هو الواجب عند سماع هذه الموعظة؟ الواجب العمل بما سمعت من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإصلاح بينك وبين أخيك الذي حصل بينكما ما حصل من القطيعة. قال صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فنفذوا هذا الحديث فيما بينكم، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، نفذوا، أصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نعم. يقول السائل: أسمع أن تدريس التوحيد لا يحتاج إلى وقت. يقول في حكي الآن أن أحد الحضارة محاضرة على الرجال، ولا أحد يتطلب عليه أحد كذلك المشاركين في التوعية، لأن منهج كتاب التوحيد لا يصح للرجال وإنما تكفيه الوضع. هذا كلام يرددونه، يريدون أن يزهدوا في التوحيد وعقيدة التوحيد، إما عن جهل بها وإما عن تعمد. التوحيد هو الذي خلقنا من أجله، وهو الذي سنسأل عنه يوم القيامة، وهو نظام حياتنا. لا نعيش بدون التوحيد ولا ندخل الجنة بدون التوحيد. انتبهوا، لن ندخل الجنة بدون التوحيد، ولن نكون مسلمين في هذه الحياة بدون التوحيد، فهو الأساس، ولا يزهدنكم فيه مخذل أو مرجف. نعم. يقول بعض زملائنا وهم جلة من الطلاب يحصل منهم حرب اللحى، ربما شرب الدخان، أسفار، لا نصيحة لسماحتك. الواجب على المسلمين عموماً التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الطيبة والفاضلة، ولا سيما طلاب العلم، لا سيما أنتم تطلبون العلم، فتأهلوا لطلب العلم بتأدب بآدابه والعمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لطالب العلم، لأنه قدوة يدي به من بعد، ولأنه إذا تعاطى شيئاً من المعاصي يحرم من العلم، بقدر ما يتعاطى. فعليكم أن تتخلقوا بأخلاق طلبة العلم حتى يؤتيكم الله العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، الله بكل شيء عليم. نعم. يقول نعيش هذه الأيام في الشتاء، فهل نمسح على الكنادر المستمرة في اللبس كأحذية العسكرية؟ نعم، الحائل الذي تلبسه ولا تخلعه تمسح عليه إذا كان سافرا للرجل، من خفاف أو جوارب سميكة تمسح عليها يوم وليلة، الحمد لله. نعم. هذا يسأل عن جبرية الموظف. أنا أفتي بعدم جوازها، لأنها قرض جر نفع، لأنك لا تقرضهم إلا بشرط أن يقرضوك، وهذا بيعتان في بيعة،
وهذا قرض جر نفع، لأنك لا تقرضهم إلا بشرط أن يقرضك، فهو قرض جر نفع. وما زلت أقول هذا. نعم. يقول أسمع عن بعض الظواهر التي ولا حمله في عندها، ولكن شباب يستغلون انفسهم بالغويات او يتشبهون بالنساء. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. الرجل كرمه الله بالرجوله، فلماذا يتشبه بالنساء ويتخلى عن الرجولة؟ هل النساء أفضل من الرجال؟ ليس الذكر كالأنثى، النساء لهم فيهن خير ولهن قدرهن ومكانتهن، ولكن الرجل أكمل من المرأة من حيث الجنس، جنس الرجال أفضل من جنس النساء، فلا يتشبه الأعلى بالأدنى. يقول الأشعري: ما يسمى بخاتم التسبيح، فما هذا؟ نحذر من خاتم التسبيح، واللي يروجونه إما أنهم منتفعون يريدون بيع هذا الشيء والحصول على، وإما أنهم يحاولون دس الخرافة على الناس، فلا يستعمل هذا الخاتم. سبح بأصابعك يا أخي، سبح بأصابعك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويقول إنها مستنطقة ومسؤولة الأصابع. أعطاك الله الأصابع، هل ماذا تأتي بشيء آخر؟ لا سيما ويقول إنها عداد، يعني ما تحس تسبيح أنت، لازم عداد، هذا ما يصلح هذا. نعم. يقول الشباب يدعى الالتحاق اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه البلاد جماعة واحدة ولله الحمد على التوحيد وعلى الملة الصحيحة جيلا بعد جيل، فلماذا نفتح المجال لجماعات ومذاهب أخرى؟ لماذا نتفرق؟ إذا كانوا صالحين وطيبين لماذا ينحازون عنا وتسمون باسم خاص؟ نقبل التفرق ولا نقبل تعدد الأسماء، نحن جماعة واحدة، هو سماكم المسلمين، ما نقبل هذا التقسيم، هذا من مبادئ تفريق الأمة. نعم. يقول: ما هي حكم الديمقراطية والدعوة التعددية الحزبية أو الليبرالية الإسلامية الأصلية؟ كما قلت لكم، نحن عندنا دين وعندنا شريعة أغنانا الله بها عن جميع أهل الأرض، فلماذا نتحول عنها ونروح للديمقراطية والعلمانية والليبرالية وما أشبه ذلك؟ نحن مسلمون، مسلمون، نحن مسلمون، هذا هو الإسلام، فيه العدل، فيه الخير، وفيه كل معاني الصلاح والإصلاح. نعم. يقول: أهل الشباب يأتون الاستراحة ويأتينا بعض الدعاة ويقول علينا بعض الكلمات التوجيهية، هل هذا يكفينا؟ لا، هذا ما يصلح. إذا أردتم الاجتماع اجتمعوا في المساجد لأداء الصلوات ولسماع الدروس، واللي عنده خير يلقيه في المسجد، ما هو في الاستراحات ولا في الانفرادات ولا هنا ولا هناك. نعم. نصلي وأمامنا دفايات كهربائية، لا مانع من ذلك، مثل لمبات الكهرباء، الإنارة والإضاءة، لا فرق. نعم. يقول المشاهد الإعلام المظاهرات والاعتصامات والإضرابات أمام الدوائر الحكومية والصحة العامة للمطالبة بالحقوق، هذا ليس من نظام الإسلام، هذا فوضى وهذا تخريب، والمطالبة بالحقوق تكون بالطرق الشرعية،
تقوم بالطرق الشرعية. عندنا مراجع للحقوق، المحاكم الشرعية، ديوان المظالم والإصلاح بين الناس. عندنا ما يحل مشاكلنا ولله الحمد بدون هذه المظاهرات وهذه الفوضى وهذه البهيمية وهذا التخريب. وهذا يندس فيه أعداؤنا ويحرضوننا على الاستمرار في ذلك ليفرقوا بيننا ويوقعوا العداوة. تسفك الدماء، تخرب الأموال، تهدم المباني والمصالح بهذه الطريقة. نعم. يأتي دعاة ويتسجدون لدعوة ويلككون في المحاضرات، وهذا يصعب على الشباب لأنهم يلحقون. ما حكم حضور هذه المحاضرات؟ الموعظة ليس فيها حزن وليس فيها جد، الموعظة جد تخويف وبكاء، ترقيق للقلوب. مثل هذا لا يصلح في الدعوة إلى الله. نعم. هل هناك فرق بين الزواج الاسكار والزواج العرفي؟ الزواج العرفي يفسرونه بأنه الذي لم يوثق المحاكم، يعني فيه إيجاب وقبول وفيه ولي وفيه شروط العقد وأركان العقد، إلا أنه لم يوثق في المحكمة أو عند مأذون الأنكحة. هذا بلا بأس به إذا كان هذا هو قصده وهذا الذي نسمعه. أما زواج المسيار يسأل عنه، لا، زواج المسيار من حيث العقد وأركان العقد وشروط العقد زواج صحيح، لكن من حيث أغراض الزواج ليس فيه أغراض الزواج، ليس فيه قوامة الرجل على المرأة، ليس فيه تربية الوالد لأولاده، ليسوا عنده يتبعون أمه، ليس فيه سكن المرأة مع زوجها وسكن الرجل مع امرأته. ومن آياته أن جعل لكم من أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ما في سكن ولا يشوفها إلا مرور وقت الحاجة البهيمية فقط. هذا ما هو الزواج، ما تترتب عليه مصالح الزواج. نعم. يقول وقعت في الأسهم على أم الرأس وتبت إلى الله عز وجل من التعامل بها، ولكن هناك بعض الناس يقولون انها جائزه. انت بس الاسهم ما ادري عنها، فيها تفصيل. اذا كانت ليس فيها ما يخالف الشرع فهي جائزه، اذا كان فيها مخالفه شرعيه فلا تجوز. اذا كان فيها غرر، فيها جهاله، فيها قمار، فيها ربا، فانها لا تصلح. اذا كان فيها كذب، خداع، لا تصلح. نعم. يقول واحد جيار مرفوض التعامل إلى الغنى، هل أخذ زكواتي وصدقاتي؟ إذا كنت تعلم أنهم يتعاملون بالربا ناصحهم أول شيء وذكرهم بالله، وإذا كنت تعلم أن هذا المال بعينه من الربا فلا تأخذه. أما إذا كان عنده حلال وحرام وعنده مكاسب طيبة ومكاسب محرمة فأنت تأخذ منه على أساس أنك لا تعلم أن هذا من الحرام، ما تعلم أن هذا من الحرام. فإذا علمت أنه من الحرام فلا يجوز تأخذ. نعم. هل صلاة الحرمين الأجر في عموم الحرم أو للمساجد؟ لعموم الحرم، فضل الصلاة في المسجد الحرام. المسجد الحرام المراد به جميع الحرم داخل حدود الأميال المحيطة بالحرم، وليس خاصا بالمسجد الذي حول الكعبة، ليس خاصا بذلك، كله المسجد الحرام، كله المسجد الحرام. نعم. يقول تعالى أحد زملائي لولي فلما دخلت وجدت الشهور دعاني أحد زملائي الطلاب لولي فلما دخلت عليه وجدت الزهور والشهور والحلويات فقال هذا يوم ميلادي.
إذا قال هذا يوم ميلادك اطلع وخلف، لأن هذا بدعة ما لها أصل، تشبه بالأعداء. نعم. يقول ما حكم الشرع في وصول البيانات مع واحد بعض المطالبات وفي توقيعات الناس؟ نعم. ما حكم الشرع في وصول البيانات مع واحد بعض المطالبات وفي توقيعات الناس؟ ما يخالف الإنسان يكتب عريضة يكتب طلب، ما في بأس، أو جماعة يكتبون طلب من ولي الأمر، ما في بأس، ويقدمونه له، ما ينشرونه على الناس، ما يجوز نشر هذا على الناس. أما أنه يكتبه ويقدمه لولي الأمر يعني مباشرة، فلا بأس بذلك. نعم. يقول كثر الاهتمام بالمرأة والأحلام في هذه الأيام، ما تنبيهكم حفظكم؟ لا تنشغلوا بهذه الأمور، لا تنشغلوا بالرؤى والأحلام، تسلط عليكم الشيطان، تكثر عندكم الوساوس. نعم. يقول هل حرم الأرض جائز؟ نعم، ما عدا اللحية، ما عدا اللحية يجوز أنك تزيل شعر البدن، يجوز تزيل شعر البدن من ظهرك ومن صدرك ومن رجليك، يجوز هذا. وهناك شيء يستحب بزالته مثل شعر الآباط، مثل شعر العانة، هذا يستحب بزالته. نعم. يقول ما حكم سلب بعض الأموال أهل الذمة في بلاد المسلمين؟ لا يجوز أخذ أموال الكفار إلا بالجهاد، ما يجوز أخذ أموال الكفار إلا غنيمة للجهاد في سبيل الله، ولا يجوز سلبها وسرقتها وأخذها بدون الجهاد. نعم. يقول لاحظ على بعض المعلمين بعض المعاصي، فما العمل اتجاه ذلك؟ لأن نستحب مناصحة، ناصحوا من ترون عليه تقصير، ناصحوا، جزاكم الله خير. نعم. ما حكم مشاهدة الصور المتحركة الأطفال؟ لا يجوز استعمال الصور سواء كانت متحركة أو غير متحركة، والمتحركة أشد، متحركة أشد، لا يجوز استعمالها ولا تربية الأطفال عليها. نعم. ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنه فيه جهالة وفيه غرر وفيه جمع بين عقدين مختلفين. نعم. ما حكم حل السحر بالسحر؟ حرام، لا يجوز، لأن السحر كفر تعلم وتعليم، ولا يجوز التداوي بالحرام، والشرك والكفر أشد. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام، لا تداووا بحرام، والسحر أعظم المحرمات بعد الشرك بالله عز وجل. نعم. ويأتي بشبكات التواصل الاجتماعي كالدعوة إلى مطالبة مثلا بحقوق في اليوم كذا وكذا، فما حكم يعني نشر هذه الرسالة؟ هذا سبق الجواب عنه، أن المطالبة بالمظاهرات وبال التشهير ما يجوز هذا، لأنه سبب شراً على الأمة، وفيه تخريب، وفيه قد يصل إلى القتل وتخريب الأموال والحرائق، هذا أمر لا يجوز، وليس هذا من نظام المسلمين. مطالبة بالحقوق لها طرق مأمونة وشرعية. نعم. يقول سمعت في أحد القنوات الإعلامية محاورة بما يسمى بفقه الثورات. يحرضونكم على الثورات وعلى التخريب، فلا تلتفتوا إلى هذه الوسائل المدمرة. نعم. يقول هل يجوز استقبال الوزراء لأنهم قصروا في بعض الواجبات التي عليهم؟ وماذا ينفع السب والغيبة؟ ماذا تنفع؟ هذه ضرر ولا تنفع بشيء. إذا رأيت على وزير أو موظف نقصا في تعامله فناصحه، فإذا لم تتمكن فأنت معذور. نعم. يقول ما حكم كتابة القصص الخيالية التي لم تقع من أجل غاسل القيم الإسلامية؟
الإسلام غني عن الكذب، هذه كذب، ولا والإسلام غني عنها. نعم. يقول يوجد في المقبرة الشرقية مقبرة الرسام قبور قد وردتها لأخصاب الصحي، هل يجوز أن تبقى قبورها ولها عوض يجعلها؟ راجعوا المحكمة الشرعية، والمحكمة ترفع للإفتاء وينظرون فيها، شكل لها لجنة وتنظر فيها ويكون خير إن شاء الله. نعم. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا نشكر الله عز وجل ونشكر معالي الشيخ صالح الغزال على هذا اللقاء الطيب بإخوانه وأبنائه، وهذه التوجيهات المباركة سائلة إلى الله عز وجل أن ينفعه ويفعل بها جميعا وأن يجعل اتباعنا فيما مرحوما وتفضل لنا بعيد.